يا هلا ومرحبا بكم مشاهدين متابعين برنامج سندباد بحلقه جديده حنقدمها لكم اني وزميلي احمد الشريفي. يا هلا يا احمد. هلا يا امي، شلونك؟ الله كريم عليك. وعليك يا رب. مساء الخير على الجميع ان شاء الله. شلون ازدحامات هسه من جينا؟ كلش لطيفه والله، فول ازدحامات. مساء الخير والسعاده والمحبه عليكم مشاهدينا وين ما كنتوا تتابعونا، اذا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال شاشه التلفاز، بالحلقه الجديده والثانيه من برنامج سندباد. برنامجنا برعايه طاقه امان اللي تختص بكافه الامور اللي تخص الامان والحمايه، وايضا اللي تخص باصدار بطاقه امان اللي تحتوي على خدمات صحيه ومصرفيه وقانونيه، وايضا تحتوي على تامين الحوادث. طبعا نبلش وياكم برنامجنا، بس بعد ما نسمع هاي الاغنيه رمضانيه. اهدينا بعد ما سمعنا. شنو رايك برمضان؟ حلو رمضان. اليوم الثاني ذكرته اليوم همين انه له اجواء الخاصه، يعني ايش تحسه صدق شهر مميز عن الاشهر الباقيه. زين، تفضلين الفقره انه الوقت ما بعد الفطور، لو بين الفطور والسحور، لو الفجريه قبل السحور. الصراحه يعني بعد الفطور اكثر شيء على الليل، يعني ذكرت البارحه على السحور، يعني على ابو الطبل وكذا، ابو الطبل احب الاجواء كلش. زين، شنو ابو الطبل من يدخل منطقتكم شنو الدقات اللي يدقها؟ اكو مناطق يدق معزوفه، مناطق ما ادري ايش يدق، هو يصيح سحور سحور لو بس يدق؟ لا بس يدق، بس يدق. زين، تحكي لنا شويه عليها وابو طبيله. يلا نحكي على ابو طبيله. يظل المسحراتي بهجه خاصه رغم دخول التكنولوجيا والوسائل الحديثه بمواقع التواصل. ماكو تاريخ محدد لاستعمال الطبل في ايقاظ الصائمين، الا انه دق الطبول احتفاء بقدوم شهر رمضان، امر معروف منذ القدم، وكلنا نقرا ونتذكر يمكن ان مهنه المسحرات ظهرت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومارسها بلال بن رباح الذي كان يجوب شوارع وازقه المدينه المنوره حتى الناس تقعد من يسمعون صوت الرخيم. وتطورت هاي المهنه بعد ذلك في اساليبها، ودخلت الطبول والالات الموسيقيه في اداء المسحرات. قديما كان المسحراتي ما ياخذ اجره، ينتظر حتى اول ايام العيد يمر بالمنازل ومعه طبلته المعهوده، فيوالي الضرب على طبلته نهار العيد، فيهب له الناس بالمال والهدايا والحلويات، ويبادلونه عبارات التهنئه بالعيد السعيد. اما اليوم فالهدايا والاموال التي يهبها الناس للمسحراتي تكون بالعاده قبل حلول عيد الفطر، حيث ياتي المسحراتي الايام الاخيره من شهر رمضان يدق بطبلته لاشعار الناس بنهايه الشهر ونهاية عمله، ليقدموا له بعض الأموال والهدايا. ويمثل المسحراتي، مثل وجود المسحراتي مظهر خاص برمضان في أيام زمان، وحتى اليوم يشكل جزءا من الموروث اللي يعتاد عليه الناس على رؤيته دائما في هذا الشهر الفضيل، على الرغم من وسائل الحداثة اللي اجتاحت حياة الناس. صدق ميامي، يعني المسحراتي من احنا صغار ومن قبلنا، واجيال 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 واجيال، مهنه متوارثه يمكن هسه مثل ما ذكرت من ايام الرسول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. طبعا هو من يذكر شهر رمضان تلقائيا اول شغله تخطر بال هو ابو الطبل، ابو طبيله على قولة اهالينا بالبصره. يعني خاصه عند الاطفال يحبوا يطلعون وينطوا اكل، ويعني هيك شافه كلش حلو. ايوه، دائما انا يعني اتذكر واعتقد لحد هسه انه باخير شهر رمضان من دن يجي على العيد يقوموا لي يسوي كليشة، يطي كليشة، يطلع يطو العيديه مالته، العيديه مالته كانه مثل الباقين، يكافئوا حق تعبه طول شهر رمضان. صدق شيء كانه موروث يعني من قبل لحد هسه هو مستمر ابو طبيله شهر رمضان. انا اذكر اتذكر من احنا صغار يعني اكو كنا نخاف من يفوت يدق الطول، كنا نخاف ندخل. كبرنا شويه لا، قمنا نروح نقف يم الشباك، كبرنا بعد اكثر قمنا نطلع يم الباب ورا، قمنا نروح ورا هسه نسهر على مود ننتظره يجي. صح، هسه الاطفال حد هسه ترى هي مستمره هاي، من يسمعون اكو خوف يخافون ويبكون يعني، بس بعدين من يكبرون يشوفون شغله كلش حلوه. انا ما اتذكر. لا والله والله اني تتذكر؟ انا اتذكر، انا كان عندي خوف، هيك خوف بسيط وراها. هي بدت مرحله الشباك، وراها بدت مرحله الباب، وراها نطلع ورا. انت تدري شلون تكسر هذا الخوف؟ من ياخذوك الاهل اليم يم الطبق، يلا تضرب تضرب خلاص، بعد راحت الخوف وتعودت. يلا وين نروح هسه؟ هسه ننتقل للفقره الثانيه، هي الصحه الرمضانيه ويا صانع محتوى طبي خلدون احمد. نروح نشوف هذا التقرير ونرجع. هلا وكل هلا،
ما هي الخيارات الصحيحة والخيارات الغير صحيحة اللي نقدر ندخلها في وجبة السحور ونقدر نبتعد عنها في وجبة السحور؟ الخيارات الصحيحة هي أولا نقدر ندخل الحليب والشوفان كوجبة ممتازة للصائم، ونقدر ندخل بعض المواد اللي تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم مثل الموز والمشمش مفيد جدا للصائم، ونقدر نبتعد عن الأجبان اللي تحتوي على نسبة عالية من الأملاح وهي مثل الصوديوم، وندخل أيضا الروب أو الألبان مع الأرز، جدا وجبة مهمة للصائم تفيده بأنه ما يحس بالجوع وكذلك تقوي بنيته خلال الصيام. صحتك فد شيء، حافظ على هذا الشيء. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا صانع المحتوى خلدون أحمد، طبعا تحياتنا إله ونشكر جزيل الشكر على كل النصائح اللي يقدمها للناس. ميامي شو كان سحورنا البارحة؟ أنت سحورك أنت شنو؟ طبعا بعدنا ما من جمعي خلدون أحمد على النصائح اللي يقدمها بالفقرة الصحة الرمضانية. طبعا مثل ما ذكرنا البارحة من أنه هواية من عندنا نحتاج هاي الصحة، يعني نصائح تفيد الصحة حتى نحافظ على صحة الجسم، خاصة أنه إحنا نمر بأوضاع يعني مو كل الناس تقدر تزور وتروح مستشفى وكذا، فهيك نصائح طبية مفيدة بالتكنولوجيا كلش. ومو بس هيك، يعني احتمالها ماتين توصل الفكرة للناس، خاف ما يعرفون شنو هي الأكلات اللي تساعدك على الصيام. صح. يعني اكو اكلات معينه مجرد ما تاكليها ورا نص ساعه لو شاربه ما ادري ايش قد مي، لا تعطشين وما ادري شنو، ولا عبالك شاربه مي قبلها. يعني من ضمن النصائح هو اي هم حتى يساعد بالصيام ويساعد بهذا. سالتني على السحور، شو سحرتي البارحه؟ بورك. هالبورق اللي لفيتيه؟ اكيد باعتبار اني لفيته، يعني لفيتي لازم اسحر. شو وقت نذوقه قناه؟ شو وقت يذوقوا مشاهدين؟ شو وقت يذوقوا؟ سهله كانكم على بورق يا معبدي، سهله. انت شنو سحرت؟ والله أنا صراحة سحرت الأكل اللي أنا أحبه، تدرين بي يعني هذا اللي سحره. بس أحمد يجي السحر. لا لا يلا مشاهدينا نروح نشوف هذا الفاصل وبعدها أيضا راجع لكم. الله يساعدك أم حمودي. الله يساعدك أبو محمد، إيش اليوم متأخر؟ طيب سيطرة لو بيت على كيفك، مالك يروح بعيد. تأخرت على مدى طلع بطاقة أمان. بطاقة؟ شنو هاي البطاقة؟ هاي بطاقة أمان تحفظ حقوق جميع العمال. حبيبي تقدر تطلع لي واحدة مثل هاي البطاقة؟ شو أطلع لك؟ أدري أنت حداد، نجار، تورنتشي، هاي تخص العمال، بس ممكن تطلعين هاي البطاقة، هاي يسموها بطاقة ضمان صحي، وأي شخص يقدر يطلعها. وشنو الفائدة من هاي البطاقة؟ أنا أقول لك شنو الفائدة؟ إذا واحد لا سمح الله عنده عملية وتكلفه مليون، بس إذا عنده بطاقة أمان راح يصير هناك تخفيض كلش حلو. عاشت ايدك حبيبي، من باكر تروح تطلع لنا بطاقة، هاي خوش خبر سمعته وراح تفيد هواي عالم مثلنا. اكيد مع امان راح نكون بامان. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. طبعا نرجع ونذكر مره ثانيه ان برنامجنا برعايه منصه امان الالكترونيه اللي تخص باصدار بطاقه امان اللي تحتوي على خدمات صحيه ومصرفيه وقانونيه، وايضا تحتوي على تامين حوادث. طبعا ميامي مثل ما ذكرنا البارحه، يعني كلنا نحتاج البطاقات الامان، نحتاج البطاقات الصحيه. صح. اغلبنا احتمال يجي فترات يمر بظروف صعبه، يعني احتمال امكانيه الماديه قلت، فيكون مثل هي من اسمها امان. صح. بطاقه امان يعني ايه صار عندك ظرف لا سامح الله، يعني وضعك المادي مو زين، احتاجت مستشفى، احتاجت عمليه، احتاجت شيء، فمن خلال البطاقه، بطاقه التامين، بطاقه الامان، اذا رحت انت المستشفى حتكون بيك حاله، يعني مثل الموفر عندك فلوس بكارت بسيط. صح. نعم. يساعدوك بالمستشفى مثلا، يساعدوك بالخدمات المصرفيه، يساعدوك بغير امور. احمد انا هذا شيء كلش حلو، شيء مساعده من خلال برنامج سندباد نقدمها للعوائل. يعني هالبطاقه كلش حتفيدهم سواء بالصحه او بغير اشياء. بالقانون اعتقد همينه، اي بالخدمات القانونيه. نعم. كذلك كلش راح يستفهم عندها، زائد همينه مقدمين انه سلات رمضانيه متكونه من هو سلات رمضانية. أي. للعوائل الشهداء أيضا، هماتين مقدمة من
من بطاقة عمان. زين هسه ننتقل لفقرة أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم في رمضان 2021. يهل شهر رمضان معظم لعام 2021 وسط إجراءات احترازية اتبعتها كل الدول الإسلامية والعربية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. وتختلف ساعات الصيام من دولة إلى أخرى حسب الموقع الجغرافي، حيث أن الدول القريبة من شمال الكرة الأرضية تطول فيها ساعات الصيام بينما تنخفض كلما توجهنا نحو القطب الجنوبي. وأكو دول يصل عدد ساعات صيامها إلى 20 ساعة بينما دول أخرى إلى 12 ساعة، رغم أن معدل ساعات الصيام في أغلب الدول العربية تراوح ما بين 14 و 15 ساعة. تصل عدد ساعات الصيام في فنلندا هذا العام 23 ساعة و 5 دقائق، وتحتل المرتبة الأطول من حيث عدد ساعات الصيام عالميا وداخل القارة الأوروبية، وتشارك معها ذلك الدول الإسكندنافية الأخرى مثل النرويج والسويد. وعدد المسلمين بهاي الدول ضئيل جدا، فيصل إلى 100,000 فقط، ورقم ذلك يسمح لهم بممارسة الشعائر الدينية بحرية تامة. وتصل ساعات الصيام داخل مدينة مورمانسك الواقعة على ساحل الشرقي الصخري لخليج كولا إلى 20 ساعة و 45 دقيقة، وهي أطول فترة بالعالم. وتعد ساعات الصيام في الجزائر الأطول بين الدول العربية، إذ تصل عدد الساعات إلى 16 ساعة بانتهاء الشهر المعظم. تتشارك مع الجزائر دولة تونس تقريبا في نفس عدد ساعات الصيام، وكذلك الكثير من الطقوس والشعائر الإسلامية. وتعتبر مدينة أوشوايا في أرجنتين أقصر وقت صيام في العالم، حيث يبلغ 12 ساعة و 23 دقيقة بالضبط، وتشرق الشمس في الساعة 6:23 صباحا وتغرب في الساعة 6:46 مساء. وتصل عدد ساعات الصيام في دول جزر القمر إلى 12 ساعة ونصف تقريبا، وهي لتكون بذلك أقل الدول العربية من ناحية عدد ساعات الصيام. أما أستراليا فتصل عدد ساعات الصيام فيها إلى 11 ساعة و 59 دقيقة. طبعا ميامي، شو رأيك بهيك ساعات الصيام كل دولة تختلف؟ أنا أقول الحمد لله والشكر، يعني إحنا بالعراق ما توصل يعني مثلا مثل بعض الدول توصل 23 ساعة و 22 ساعة على الحر العدنة. لا إحنا ما نقدر، الحمد لله والشكر. فنلندا 23 ساعة و 5 دقائق تعتبر هو أطول يعني دولة بالصيام. أقول الحمد لله والشكر، يعني تخيل يعني واحد باليوم إيش قد يفطر وقت إلى فطور؟ إذا هو يصوم 23 ساعة، يعني هي ساعة، هي ساعة واحدة، هي السحر وهي يفطر. 55 دقيقة، لأن 23 ساعة و 5 دقائق، 23 ساعة و 5 دقائق، يعني 55 دقيقة هي السحر، هي يفطر بها، خطير، يشرب مي بها، يسحر بها، يكمل بها، ما أدري شنو، يروح ينام بها. انتهى الموضوع. هاي. لا إحنا الحمد لله والشكر، يعني كلش حلو وقت عندنا. الحمد لله والشكر. يلا. هسه وين ننتقل؟ حاسة ننتقل أول شيء نسمع فاصل رمضاني. يلا. بعدها راجعين. مشاهدينا بعد ما شفنا هاي سح ننتقل الفقرة السندباد اللي هي خاصة ببرنامج سندباد واللي احنا وانتو اكيد حابيها. نحكي اليوم على محافظة الموصل وروح نسمع هذا تقرير راجعين. تعتبر الموصل مركز محافظة نينوى شمال العراق، عرفت بهذا الاسم لكونها ملتقى طرق عدة تصل الشرق بالغرب. يسكن الموصل حوالي 2 مليون نسمة، يتكلم أهالي الموصل لهجة شبيهة باللهجة التركية. مثلت الموصل عبر التاريخ مركزا مهما لتجمع المسيحيين والكلدان والسريان، تعد ثاني أكبر مدينة من حيث السكان بعد بغداد. يرتبط اسمها بالإله عشتار، تأسست 1800 قبل الميلاد. اشتهرت بأهميتها كموقع تجاري مهم، كأهم مناطق لإنتاج الحبوب، كما اشتهرت بالإنتاج الأقمشة القطنية. في الموصل 5 جسور. عدت الموصل أهم مركز للموسيقى، أهم أكلاتها القوزي، الدولمة، المنبار، الكبب، العروق والطرشي. من مشاهير الموصل كاظم السهر واللاعب هوار ملا محمد. رجعنا
رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما سمعنا اليوم سندباد ودانا لمحافظة الموصل. أحمد شنو رأيك بالموصل؟ سولف لنا شوي. طبعا نقول تحياتنا لكل أهلنا بالموصل وربي يحفظكم ويبعد عنكم كل مكروه. الموصل مدينة عزيزة طبعا على قلوبنا كنا والشعب العراقي بشكل عام، تكاتف حتى يحررها من تنظيم داعش، والحمد لله والشكر يعني قدرنا نسيطر على الوضعية هناك ورجعناها بحضننا. الموصل اشياء مميزه، الموصل كلش حلوه، اذا كانت يعني بها مواضيع هوايه، اذا كانت تراثيه فهي بها هوايه من الاثار، هوايه من قبور الانبياء، هوايه من جدران تاريخيه، جدار هيك مجرد حائط هذا تاريخي صار له كذا الف سنه. تجين على الناس هنا ناس طيبين، تجين على اكلاتها، اكلاتها همواتين بها اختلافيه، اكلاتها الكبوه، مو بس اكلات الاحمد يحبها قوزي. ايه 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 ايه. شنو رايك بالبومبار؟ المنبار تعرفين شنو المنبار؟ شنو المنبار؟ عاد اسالك انا. اعتقد هي شغله بالباتشي. عافية. شوف شلون يعني المنبار هاي فشي ايش طويل ما ادري. عافية. هيك لو اي لو لو هاي خياطه. اي تمن. اي شوف شلون اعرف قولوا ما تعرف. زين هاي من اشهر اكلاتها وجذبني همين بالموصل انه عندنا القيصر كاظم الساهر من مدينة الموصل. من مدينة الموصل. الموصل كلش جميله، حتى يعني مثل ما قلت لك اكلاتها ما اكلاتها هاي اللاعب هوار مله، لاعب هوار مله كلهم من الموصل. طبعا مشاهدينا نرجع ونقول مره ثانيه ان برنامجنا برعايه منصه امان الالكترونيه اللي تختص باصدار بطاقه امان اللي تحتوي على خدمات صحيه ومصرفيه وقانونيه وايضا تحتوي على تامين حوادث. نروح نشوف هذا الفاصل وبعدها راجع لكم. أمور الحياة والعمل معلومات دائما تكون موجودة خلال تفكيرنا اليومي وترتيبها نحو الأفضل صعب جدا، خاصة في ظل أمور الحياة اللي نمر بيها، وأكو عيون منتظر الأمور تكون أفضل. الأمور راح تكون بأمان، لذلك خليك ويا أمان. رجعنا لكم مشاهدينا بعد ما شفنا هذا الفاصل. اي ميامي. اي احمد. سولف لنا انت من البارحة اليوم صار وياك شوية على رمضان. يعني انا اقول لك واحد من ورا ما يفطر بعد ما بيحل حتى يتحرك من هنا ولا من هنا. والله اشرب اللبن من هنا اكل من هنا انام من هنا. بس تدري شنو حابه؟ احس انه شهر رمضان هالسنه شويه مو كلش حار. اكيد انه هو اجب شهر الرابع شهر نيسان طبعا لانه اني طبعا نعم. لانه انا بشهر الرابع يعني في شيء كلش حلو. نرجع على موضوع الموصل. نعم. الموصل قلت لك انه هواية قدمنا دماء أصلاً حتى نرجعها، هواية طبعاً. قدمنا شهداء، قدمنا تضحيات طبعاً حتى ترجع الأحضان. أكيد التضحيات كانت من ضمن ناسها وأيضاً تضحيات من كل أطياف الشعب العراقي ومن كل المحافظات. ابن البصرة فزع وراح للموصل حتى يحررها، من مثل الشهيد الله يرحمه أحمد المهنة وكثير من الشهداء، يعني احتمال ما تحضرني أسماءهم يعني طبعاً. ألف رحمة ونور تنزل عليكم. نروح نشوف هذا الفاصل وبعدها رجعك.
ارجع لكم مشاهدينا، والله يرحم كل شهدائنا واللي ضحوا بدمهم من اجل هذا الارض وهذا الوطن، ومن اجل انه يخلونا نعيش ونطلع بامان ونتحرك ونشاقة ونضحك. طبعا الله يرحمهم وربي يرحمهم ان شاء الله ويبعد عنهم كل مكروه. الرحمه والنور تنزل على كل شهدائنا والله يرحمهم ان شاء الله. هسه وين ان شاء الله؟ يلا هسه نروح نفتح اتصالات اكيد. يعني طبعا يعني شهدائنا من كل اطياف الوطن، من البصره ذكرت لك قبل شويه، يعني من البصره لحد ما توصل الموسم كلهم ضحوا، كل اطياف الشعب العراقي، كل القوات الامنيه، اذا كان الجهاز مكافحه الارهاب، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، الشرطه الاتحاديه، حتى النجده شاركت كذلك تحرير ارضنا وقدموا تضحيات وقدموا شهداء. وايضا حتى بالوضع اللي احنا فيه اللي هو كورونا، كثير من الناس استشهدت من وراء كورونا، اللي هو الكوادر الصحيه اللي صار لهم سنه ونص، اللي صار لهم سنة ونص بس يعني يجاهدون حتى يخلصونا من هذا الوباء، وأيضا كوادر الخدمية اللي نشوفهم بالشوارع من أول ما بدأ هذا الوباء اللي هسه ينظفون ويساعدون الناس. وهماتين ميامي والشباب كذلك اللي طلعوا يبحثون عن الوطن بالتظاهرات، عفوا ليش إيه؟ طبعا ربي يرحمهم ويبعد عنهم كل مكروه أكيد. يلا هسه وين نروح ميامي؟ نروح اتصالات. اتصالات طبعا أرقامنا ظهرت أسفل الشاشة، اللي يحب يشارك ويانا ويتصل ببرنامج سندباد يلا، بس اهم شيء اللي يتصل بينا انه ينسى صوت التلفزيون حتى الاتصال لا ينقطع. يلا عندنا اتصال، نقول الو. يلا انقطع الاتصال. سؤال ثاني نقول الو. اي ميامي. اي احمد، انت شو رايك بالعنف ضد المراه؟ خلينا نفتح باب النقاش ونشوف الناس هماتين شنو رايها بهذا الموضوع. شنو العنف ضد المراه؟ لا اكيد شيء حتى انتم تلقائيا ما تقبلوا، يعني انتم كرجال ما تقبلون هذا الشيء اكيد. فالشيء كلش صعب، و يعني المراه كان لطيف عايش كيوت كان كيوت. يلا نستقبل اتصال مشاهدينا ونقول الو. الو 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 الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. من ويانا؟ اسراء من الانبار. اسراء من الانبار، يومية هلا وكل اهالي الانبار. كلهم هلا عيونك. الله يسلمك، تحية الك، اجمل مدينة بالانبار، اجمل محافظة اللي هي الانبار، تحياتنا الك. تسلم عيونك، رمضان كريم. زين اسراء، اسراء انت ايش قد عمرك؟ شنو انا؟ ايش قد عمرك؟ 18. 18؟ اي عيني. طالبة؟ لا تركة. زين ليش تركتي؟ بالعكس الدراسه في شيء كلش حلو، توصلك المراحل معينه حتى العقل تفتحه، تخليك تشوفين الدنيا بعين ثانيه. اي والله صحيح اعرف، بس ما اعرف صار شوي. يعني مريتي بظروف معينه منعتك من تكملين دراستك؟ لا ما مريت بظروف، بس شنو صار؟ انا بالنسبه لي مو يعني مو شاطره حيل بالدراسه فتركته. اسراء. هلا اسراء شلونك؟ هلا وبيك ميوم، شلونك انت؟ حياتي اسراء، سولفي لنا شويه على الاجواء الرمضانيه يومكم شلونها؟ والله جينا الحمد لله، شو اسمه بس يجي وقت السحور وقت الفطور يعني كنا نلتم سويه. زين اريد تقولي لي شنو اكثر الاكلات عندكم المشهوره؟ الحبيب. شنو هو؟ الدليميه. الدليميه مشهوره برم. ها حلو، اكيد سووها طيبه الدليميه. ها؟ اكيد طيبه سووها. اي والله طيبه. زين اليوم شنو فطوركم اسراء؟ والله شو اسمه باميه وجاج شوي. اي اي بالعافيه. الله يعافيك. زين اسراء شلون تشوفين الوقايه من فيروس كورونا بمحافظه الانبار؟ والله ملتزمين بس مو هوايه، يعني اكو بهم صحيح ملتزمين بس مو ملتزمين والله. هي يعني اكو كميه كبيره من الناس ما ملتزمه باجراءات خليت الازمه وقراراتها؟ لا لا اكو هواي ملتزمين، القليل يعني مو ملتزم. القليل ملتزمين طبعا، تحياتنا لهم وان شاء الله هذا القليل هماتين يلتزم. ونتمنى يعني توصلين رسالتنا هاي لهال الانبار على لسانه، هم اكيد يشوفون هسه انه يلتزمون بعد اكثر قرارات خليت الازمه، حتى ونساعد الكوادر الطبيه والجيش الابيض حتى نخلص من هذا الوباء ونرجع لحياتنا الطبيعيه ان شاء الله. ان شاء الله. زين اسراء بدي اسال السؤال، شنو رايك هسه موضوع فتحناه انا ميامي، شنو رايك بالعنف ضد المراه؟ طبعا مع ضد كنه هسه ما على ضد
هسه ما على ضد قلتي مع بالاول. لا لا ضد. ضد؟ زين شنو السبب؟ شنو السبب اللي مرات نشوفه احنا اكو عنف ضد المرأة بمجتمعنا؟ زين المرأة غير لازم شو اسمه يكونون كلها وياها يعني اما شو اسمه المرأة تصل قاعدة بالبيت وهاي لازم يكونوا وياها كنا نشجعها تطلع تفتر يعني مثل الشاب، الشاب طبعا لازم يحافظ على المرأة. المرأة دائما كلها خصوص محدد يعني مو تكون ضرب ضرب واعتداء وهاي، لازم تكون المرأة لها قيمة بالبلد. صحيح صحيح. زين برأيك اكو عنف هواية يمكن بمجتمعنا ضد المرأة، شنو سببه؟ اي طبعا. شنو سببه؟ برأيك انت شنو سببه؟ والله السبب قلة التفاهم بين المرأة والرجال، قلة التفاهم بين الاهل والبنية. ها اي والله. ماشي اسراء، طبعا تحياتنا لك وان شاء الله ما تمرين بهيك مواقف. نشكر اتصالك ويانا. اسراء نورتيني. يلا يلا نروح شوي اعلان. يلا يلا راح فاصل اعلان ونرجع. الحياة حلوة وتفاصيلها أجمل، والأمان الأمان هو الحياة، والإنسان لازم يحققه، وخاصة لما يكون أكو أشخاص بانتظارك. وضمن مشاغل الحياة والمسؤوليات يحتاج لك سند أمان، وبطاقة أمان راح تكون سندك وأمانك. خليك بأمان. رجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا نرجع لاتصالاتكم أيضا مثل ما ميام فتحت باب الاتصالات وياكم، وأرقامنا راح تظهر أسفل الشاشة، وأيضا فتحنا باب نقاش بيني وبين ميامي، ونريد نشوف آراءكم بهذا الموضوع اللي هو العنف ضد المرأة بمجتمعنا العراقي، وشنو سببه يعني ليش أكو عنف دا يصير حاليا ضد المرأة بهاي الأيام. خلي نستقبل هسه اتصال. يلا ميامي استقبلي. يلا يلا اتصال نقول ألو. ألو ألو. مرحبا. مرحب. من وياني؟ المهندس مهند شكر. منو؟ من وياني؟ مهندس مهند. المهندس مهند، يا اهلا وسهلا بيك. الله يحفظك. مهند أهلاً. مهند منين قاعد تتصل بينا؟ من بغداد. يا اهلا وسهلا بيك وبكل اهالي بغداد. الله يحفظك، اشكرك يا وردة. المهندس مهند سولف لنا اليوم شنو فطوركم؟ الريحه ليمك شنية؟ والله الريحه خيرات الله. مسويين هذا النقليات والامور هذا بركه من الله. حلو. وانت اكيد هسه يعني جوعان وكذا بس تريد عاد بدك تفطر. اي والله منتظرين بفارق الصبر ان شاء الله. ان شاء الله يا رب صيام مقبول. اجمعين ان شاء الله. عيوني مهند، شنو رايك بالموضوع اللي تناقشنا به انا ومامي اللي هو العنف ضد المراه؟ انا هذا الموضوع كلش يعني شوقت لما سمعته، حبيت انه اتابعه. انه اليوم المراه رب العالمين سبحانه وتعالى لما خلقها عظمها وميزها في الخلق الالهي في الخلق. يعني المراه اليوم رب العالمين سبحانه وتعالى هو من يهب الاناث للزوجه، والزوجه من يتزوجون اليوم عالم من تصير رجل من يدعو الله سبحانه وتعالى انه يرزقه بولد يستجيب له. بسم الله الرحمن الرحيم. وهبنا لكم اناثا ووهبنا لكم الذكور. هنا الذكور معرفه بالف ولام، والاناث هي مجرد يعني تقول نكره باللغه العربيه. صحيح. مجرد بالخلق لله بالعطاء. ثانيا انه وخلقنا من انفسكم ازواجا، يعني خلقنا ازواجا، خلق الله المراه او الانثى من اعلى تصنيف الخلق الالهي، لانه الروح هي تصعد الى السماء وجسد يصبح جثه خامده الى الارض.
استغاثة المرأة من تولد أنه جنة تحت أقدامها. صحيح. من تتزوج تكمل نصف دين رجلها، من توب من رب العالمين رفق زين أنه محمد باب الجنة اللي هي بيها. فالمرأة هنا صارت لها فكياس مهند بالمجتمع كلش عادي. مهند نعم نعم. زين شنو السبب اللي يخلينا بمجتمعنا يعني بنشوف انه اكو عنف ضدها ضد المراه؟ يعني السبب بهذا الموضوع المجتمع شنو؟ بصوره عامه يحتاج الى الوعي والارشاد. أها. يحتاج الى المؤسسات الدينيه، المؤسسات المجتمعيه، دور الحد والالتزام بالتعليم، الثقافه. صحيح اكيد. بحد ذاتها انه راح تعطيك ما هي اهميه امك، ما هي أهمية زوجتك، الأدوار. صحيح صحيح. لأن الثقافة هي مسؤولية عظمى وكبرى تجاه الفرد. نتمنى أنه من هذا المجتمع أو نتمنى من أنه الدولة أنه تهتم بالتعليم، تهتم بالقضاء. هذا التعليم والقضاء هو أساس الدولة. صحيح صحيح. هذا نجاح راح تنجح الدولة، وخلافها يصبح هاي الفوضى ويصبح التجاوز ويصبح. صحيح. نعم. الأمور هاي سيئة. زين مهند برأيك شلون نقدر نعالج هاي الظاهرة؟ ذكرت لك انه نقدر نعالج هاي الظاهرة، يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الرحمة والأخلاق هما ميزان الله في الأرض. أكيد ونعم بالله. يجب أن نقتدي بهاي الرحمة وهاي الأخلاق. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، يقول للنبي محمد وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم. تمام. وأنك على خلق عظيم. فهذا مسألة مهمة يجب أن نقتدي بها على مود نحس أو نراعي مشاعر الفرد، أخونا، صديقنا. نعم. شريكنا، أي إنسان بغض النظر عن الديانات. أكيد. اليوم الإسلام هو دين معاملة، دين رحمة، فيجب أن نقتدي بأخلاق الإسلام. أكيد طبعا. لا نقتدي بأمور تجب الغيبة وتجب الإثم علينا. أكيد 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 طبعا. مهند شنو رأيك ببطاقة أمان؟ بطاقة أمان حسب اللي شفته. نعم. يعني ما شاء الله هذا مشروع، وشفت أنه بيها بتوجه يعني هذا الاتحاد. أنا يعني الاتحاد العام لقوات العمال سامع عنه، وعندنا في الدائمة اللجان النقابية كانت تزورنا. أكيد. موقع العمل. نعم. كانت هاي اللجان فقط انه تجبي، فكنا ندعوهم انه يحققوا في الشيء لهاي اصحاب المهن. نعم. هذول الطبقه العامله الفقيره يحققون في الانجاز، فمن خلال علامات اشوف انه يقدرون يسوون على الهويه يعني عمليات مجانيه. صح. نعم. مو؟ اي نعم. صحيح. اي يعني اكثر فيهم مواصفات، يعني انا انعجبت، لذلك اتصلت بهذا الرقم وحبيت اشارك ببرنامجكم ايضا. مية تلبيس. والله يا مهندس احمد شكرا. مهندس مهند شكرا على اتصالك وشرفتنا طبعا. يلا مشاهدينا نرجع نذكركم مره ثانيه ان برنامجنا برعايه منصه امان الكترونيه اللي تختص باصدار بطاقه امان اللي تحتوي على خدمات صحيه ومصرفيه وقانونيه، وايضا تحتوي على تامين الحوادث. نروح نشوف هذا الفاصل مشاهدينا وبعدها ايضا راجع لكم. أنا نور صبري. لسنوات طويلة كنت درع الأمان للمنتخب الوطني العراقي وحققت الإنجازات. مثل ما أنا كنت أمان لمرمى المنتخب الوطني، بطاقة أمان راح تكون أمان. خليك بأمان. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد هذا الفاصل، واكيد نذكركم مثل ميامي الجائزه اللي فازوا بها البارحه. نعم. المتصلين راحت لعائله الشهيد احمد مهنا طبعا، وايضا زميل المخرج جائزه اليوم المن راحت سلمها عقيل. اها جائزه اليوم ايضا راحت للشهيد عائله الشهيد عقيل هادي. زين هسه احنا جائزه مال البارحه راح اليوم الكادر مالتنا. وصراحه يا قلق ايه
وصوره. وطبعا نروح نشوف التقرير. نروح نشوف التقرير ونشوف عائلة الشهيد شلون استلمت الجائزة. بس بين ما يكمل التقرير طبعا احنا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. طبعا اتمنى انه مشاهدينا استمتعوا ويانا اليوم. ذكرنا على محافظة الموصل وفقراتنا واطول ساعات الصيام. طبعا حلقة كانت كلش مميزة اني واحمد. تقونا باشر بحلقة جديدة من برنامج سندباد. ولك الختام يا احمد. شكرا ميامي. مشاهدينا نتمنى انه تونستوا ويانا ورب يحفظكم ويتقبل صيامكم وفطور هنيء ان شاء الله. ونلتقيكم غدا مثل ما قالت ميامي. نلتقيكم باكر ايضا الساعة 5 من برنامجكم سندباد. وهم نروح المحافظة الجديدة. وهسه نعوفكم ويا تقرير اللي صورناه من عائلة الشهيد احمد مهنا. استقبلوا جائزة البارحة. مع السلامة. رمضان كريم عليكم مشاهدين قناة دبليو تي في وطن. اليوم وصلنا إلى فقرة خليك بأمان من برنامج السندباد. اليوم احنا داخل منزل الشهيد البطل أحمد المهنا اللي ضحى بروحه وبحياته من أجل العراق. هذا الشهيد اللي رصد بكامر انتصارات أبطال الحشد الشعبي والقوات الأمنية. الشهيد اللي يعني نعجز أن نوصف اللي قدمه للعراقيين. نزل لساحة التظاهرات، رفع الهتافات، طالب بحقوق الشباب، وبالتالي أكيد هو استشهد من أجل العراق ومن أجل أن يكون العراق بصورة أحلى وأوضح أمام الناس. اليوم احنا من داخل غرفته راح نتحدث ويا والده ونقول له رمضان كريم. الله أكرم. رمضان كريم عليكم إن شاء الله، ويعيد علينا وعليكم وعلى الشعب العراقي بالأمن والأمان والاستقرار إن شاء الله. حدثنا عن الشهيد أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حقيقة إذا أريد نحتوي كل جوانب حياة الشهيد فمن الصعوبة بهذه الدقائق أن ألم بها، ولكن هو يعني بمعنى المختصر هو ابن الجنة بحد ذاته كان بقربه. الشهيد عنده نشاطات واسعة ومتنوعة، من الإنسانية إلى الدفاعية إلى حقوق الإنسان إلى منظمات المجتمع المدني، وبالأخير تلبيته للفتوى المباركة، بالإضافة إلى أنه عمل بكل الأعمال. يعني من ضمن الأعمال مثلا كان يصور باب القبلة لأهل الاستوديوهات، يعطوهم الكاميرا وفي سبيل يشتغل على باب الله. اشتغل في دفع العربانة ينقل الزوار الكبار بالعمر، هاي هم نقطة ثانية. عمل في زيارات هذا الجانب الإنساني، تقريبا كان يزور كل خميس عائلة شهيد هو وجماعة إن شاء الله. أما من ناحية الإنسانية هو بجبهة القتال، فكان مهتم بالأطفال. هو بصورة عامة حياته وعلاقته بالأطفال قوية جدا كانت. فأثناء الهجوم وأثناء يعني تعرف أصوات المدفعية والنيران، فكان هو ومجموعة من جماعته ينقلون الأطفال من مكان الخطر إلى المكان الآمن يعني. وهذه كانت واحدة من نشاطاته، إضافة إلى تغطيته تقريبا أغلب المعارك اللي جرت على
المحاور مع داعش الملعون طبعا كافته تقريبا نقلها، وايضا من يجي هنا هم يحكي لي يعني شنو صار، شنو اللي دار، شنو السلبيات شنو الايجابيات، كلها كان يوثقها ان شاء الله. اشترك ايضا ويا الحاج الشهيد قدس الله سره ابو مهدي المهندس في ايام الفيضانات على محافظه ميسان الكوت العماره، ايضا كان له تغطيه، وايضا كانت علاقته بالاطفال بحيث هذا الصندوق البلاستيك يشد به حبل ويخليهم به في سبيل يغير من نفسيتهم مثلا، او يعني من هذه الامور. نعم، هو كان يعني محبوب العراقيين كلهم، يعني خبر استشهاده أثر بكل العراق. شلون تلقيتوا خبر استشهاده؟ شلون يعني هذه الصدمة الكبيرة استقبلتوها؟ هو حقيقة بالأيام الأخيرة احنا كنا يعني ما مرتاحين بالموضوع ذهابه، دائما أوصي لا تبقى بالليل، هو كان تعرفون يغطي الجانب الإيجابي بالمظاهرات ويدافع عن حقوق الشباب، وطبعا المظلومية هي موجودة، ولكن مع الأسف ترصدوا له اللي اولا ما يخافون الله ولا يحبون وطنهم وخون وطنهم اللي اندسوا مع المظاهرات، وكما نعرف المظاهرات بها جانب ايجابي وجانب سلبي. انا كنت عند زياره المحافظة الواسط ورجعت المغربيه، دائما من جسالت عليه هو يطلع تقريبا كل جمعه، هي صادفت لي الجمعه، كل جمعه عندهم مجلس بالحسينيه هو أصدقائه وزملائه، فسألت عليه قالوا بالشعلة، فشوية اطمئنيت، ولكن اتأخر صليت وكمل اتأخر. فإن هو راصدين من ساحة التحرير حد ساحة الخلاني يمشون وراه، أكو منطقة صايرة ظلمة، وبالحقيقة هي كلها ظلمة، بس هاي المنطقة أقرب شيء لساحة الخلاني، موجود حاجز ارتفاع تقريبا مترتين، وايضا الظلام موجود، استغلوا هذا المكان، اضافه الى الرمي اللي صار من جراج الخلاني في استغلوا هاي كل الامور وغدروا به. كانت الطلقه بهره قريبه على العمود الفقري، يعني ما دايله نزيف، تعرف هالمنطقه كلها شرايين. ابو تكتك ناقله من هذا المكان الى مكان طبابه اللي هي مو رسميه، طبابه المتظاهرين تقريبا، وقاموا بالواجب ونقلوا علما الى مستشفى ابن زايد. ثلاثنا صاعد شخص وياه، السايق متوقع انه من يمنه، يعني تعرف هو ينتبه على الطريق ما ينتبه على فمن وصلنا لهنا، بعد ما وصلنا لقينا اكو فد هنا جرح طول تقريبا 4 سنتيم هيك تقريبا، بس مو بالعمق ولكن يم الشريان، هذا تعرف هذا الشريان قاتل، يعني شلون نقول مال استاذ هذا الموضوع. وصل المستشفى ابن زايد، والمسعب اني التقيت به قال وصلنا عدل، وطانا اسمه وعنوانه وكل الامور. حج احنا راح نملي الاستماره ونقدم لك بطاقه مقدمه من خدمات امان، هذه يعني تقدرون تزورون بها المستشفيات وايضا المراكز الصحيه والعلاجات كلها بالمجان. بسم الله الرحمن الرحيم، حقيقه مبادره طيبه وجيده في عناية عوائل، عناية بالعوائل الشهداء، الشهداء بصورة عامة إن شاء الله. أحب أن أقدم شكري وشكر عائلتي إلى شركة شركة الأمان، نتمنى لهم الخير والنجاح وتحقيق كافة أهدافهم الإيجابية إن شاء الله. كذلك من خلالكم أشكر قناة الوطن بكافة كادرها بكافة شبابها على مبادرتهم وعلى معاناتهم للحضور إلى منازل الشهداء، جعل الله في ميزان حسناتهم إن شاء الله، وربي يجعل لهم النجاح حليفهم إن شاء الله دائماً.